نهائي كاس مصر، المباراه اللي كولر تقدر تقول ان هو حجمها ولعبها بنفس مباراه او بنفس افكار ماتش الوداد. لو انا عايز العب ماتش طويل، انا عايز العب ماتش طويل اعتمد فيه على لقطه فرديه، اعتمد فيه على غلطه كبرى من الفريق المنافس، اعتمد فيه على هفوه. فتحس ان كولر حرفيا كان راسم المباراه رسمه ان انا مش عايز انزل العب مباراه قويه فنيا، ومش عايز انزل العب بكون الفريق الافضل عشان اقدر اكسب. البداية بكهربا كانت بتقول لك ان الراجل هيشتغل على التحولات، المفروض كهربا وتاو ومفروض حسين الشحات، بس حسين الفترة الأخيرة بينزل تحت كتير وبيخلي موضوع الاعتماد عليه في موضوع التحولات صعب أوي. ولكن للأمانة يعني خط النص بتاع الأهلي هو اللي أجبره على إن هو يكون سيء. لو عايز تتكلم ككورة بقى، خط النص الأهلي هو اللي أجبره إن هو يكون سيء، لأن خط النص الأهلي كان عنده مشكلة كبيرة بعملية التحرك من غير كورة، وكان عنده مشكلة كبيرة بعملية التمرير للأمام. لان خط نص الاهلي كريم ندفد ما كانش بيقدر ان هو ينزل يستلم كتير، وما كانش بيقدر ان هو ينزل يساعد في عمليه بناء اللعب، علشان خاطر كنت بتلاقي دايما دونجا بيقرب ليه، كنت بتلاقي فيه عمليه ضغط من لعيبه الزمالك من الامام، فكنت بتحس ان لعيبه الاهلي عندهم مشكله كبيره جدا في عمليه الخروج بالكوره. لما بتطلع بالكوره تضطر انك تلعب على الاطراف، ولو بتلعب على الاطراف فالزمالك افضل على الطرف، فبتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا بالخروج بالكوره، فبتضطر ان انت تسيب الكوره للزمالك علشان تقرر ان انت تعتمد على المرتده. طب وانت عارف تعتمد على المرتده؟ لا، انت مش عارف تبني لعب ومش عارف ان انت تلعب بسرعه، فانت عندك مشكله كبيره جدا، لان انت حسين الشحات بيخش لجوه كتير وبيخلي نفسه لاعب نص ملعب عشان يقدر يلاقي حلول، لدرجه ان الشوط الاول الاهلي مش قادر يشكل خطوره الا عن طريق بدايه المباراه. الكره اللي اتلعبت تشيب باص لامام عاشور داخل منطقه الجزاء، وبعد كده اللعيبه قالوا ضربه جزاء والكلام ده. ولكن الاسوأ بقى ان انت سبت الكوره، وان انت سبت الافضليه بتاعتك، وان انت ما تركتش الحديد وهو ساخن، وان انت رجعت تحفظت ودخلت المنافس معاك الجيم. يحسب على الزمالك ان الزمالك ما عندوش سترايكر، ويحسب على الزمالك ان الزمالك دخل اشترى شقله لعيبه، او دخل اشترى لط لعيبه نص ملعب اغلبهم شبه بعض. يعني انت مثلا ممكن تقول لي ايه الفوارق الفنيه ما بين عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر؟ مش هتلاقي فوارق فنيه كتير، ومش هتلاقي ان اللعيبه دي تفرق عن بعض كتير من ناحيه الادوار والخصائص والمميزات والعيوب. فهتلاقي ان ناصر ماهر عنده مشكله وهو مش معاه الكوره، عبد الله السعيد عنده مشكله وهو مش معاه الكوره، عمليه الضغط اللي بيمارسها عبد الله السعيد في نص الملعب ما بتكونش كبيره، فبتلاقي ان اللي بيكون شايل مع عبد الله هو لعيب زي نبيل عماد.